جدا بدأت من بعد عيد الأساتذة 14 يناير، وبينظر المبدأ من اختيار 14 يناير هيقدر يفهم الأجندة بتقول إيه، والناظر للرفض الكثير من البعثات الأجنبية غير جد، يعني غير رفضي للرجال الجديد، ولكن الأجنبي اللي بتعلم منه حاجة أهلا بيه، الأجنبي اللي جاي يثبت بالكفاءة بتاع المصري اللي اكتسبها العشر سنين اللي خرب، اللي العالم كله مش عايز يصدقها ومش عايز يعتمد بيها، فاحنا بنجبرهم جذب الدوره دي جايه في ميعادها وجايه في وقتها. تناولت